سلام، اهلا بكم بقناه عمر اند مجد. اليوم في عندنا موضوع جديد اللي هو تحدي المطاطات والجاز. فكره التحدي انه كل واحد لازم يسحب ورقه وفي نمط ورقه يعني صار على شكلها. يلا نبدا. والفوز لا أربعة والعقاب الواحد خمس مرات بس. خمس مرات ضغط. يلا شوف اديني الضغط. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نهاية الحلقة. لا تنسوا تعملون لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسوا حملة أمي عند مجد إلى 10,000 مشترك. مع السلامة.